بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. He it is who created the heavens and the earth in 6 days, of the days of the beginning of the life of the world, whereby one day is 1,000 years of the days we know, the first day being Sunday and the last Friday. Then he mounted the throne, he established himself on the throne, and it is said he filled it. Before he created the heavens and the earth, Allah was established on the throne without any modality, bila kayf. He knoweth all that entereth the earth, of rain, treasures and dead created beings, and all that emergeth therefrom, from the earth of dead created beings, vegetation, water and treasures, and all that cometh down from the sky, of provision, rain, angels and misfortunes, and all that ascendeth therein, of angels, the angels who record people's actions and works, and he is with you, and he is aware of you, wheresoever ye may be, on land or at sea. And Allah is seer of what ye do, of good or evil. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. And what aileth you, O believers, that ye spend not in the way of Allah, in obedience of Allah, when unto Allah belongeth the inheritance of the heavens and the earth, the inhabitants of the heavens and the earth will all perish, and only Him will remain, and the results of all things will go back to Him. Those of you, O believers, who spent and fought the enemy along with the Prophet, before the victory, before the conquest of Mecca, are not upon a level with the rest of you, are not equal in the sight of Allah in terms of merit and obedience. Such, the people who have this trait, are greater in rank, in merit and standing in the 650 sight of Allah through their obedience and reward. This refers to Abu Bakr al-Siddiq - than those who spent and fought afterwards, than those who spend after the conquest of Mecca and fight the enemies along with the Prophet, thereafter. Unto each hath Allah promised good, i.e. the garden through faith. And Allah is informed of what ye do, of what you spend. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو
لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Know that the life of this world, that which is in the life of this world, is only play, exaltation, and idle talk, falsehood, and pageantry, an appearance, and boasting among you, regarding status and lineage, and rivalry about wealth and children, which will vanish and not last. As the likeness of vegetation after rain, whereof the growth is pleasing to the husbandman, but afterward it drieth up and thou sayest it turning yellow, after having been green, then it becometh straw, in the same vein, the life of the world will not last just as this vegetation did not. And in the hereafter there is grievous punishment, for he who abstains from obeying Allah and withholds the right of Allah, and, also, forgiveness from Allah and His good pleasure, in the hereafter, for he who obeys Allah and fulfills Allah's right over his wealth, whereas the life of the world, i.e. concerning its lastingness and evanescence, is but matter of illusion, like the illusion surrounding the utilities of the house such as plates and bowls.